بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة التناصح الفضائية. باسمكم أرحب بطلبة القرآن الذين معي، حياكم الله. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا نتحدث عن مراحل تدوين القرآن الكريم، وقلنا أن كل شيء نزل من القرآن الكريم، كل مقطع من القرآن الكريم كتب فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي حاضر. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. هذا أول هذه المراحل. المرحلة الثانية، وقد ذكرناها في اللقاء الماضي، تفريغ الكتابة السابقة التي كتبت بين يدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحف زمن من؟ في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه الصحائف الصديقية التي كتبت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نسخت منها عدة مصاحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهنا أنخنا المطايا في الحلقة الماضية. توسعت الفتوحات الإسلامية كما هو معلوم في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والتقى جيشان للمسلمين، كان في هذان الجيشان من هم من الصحابة ومن هم من التابعين، ولم يكونوا على مرتبة واحدة من الإتقان، فكان بعضهم يقرأ وأتم الحج والعمرة لله، وكان بعضهم يقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت. فذكرنا أن سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له حس مستقبلي وبعد نظر، فترك الجيش ورجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في دينها اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان وأتى بالصحائف الصديقية. في عهد عثمان كانت عند من الصحائف الصديقية؟ ذكرنا أنها عند حفصة أم المؤمنين. فأتي بالصحائف الصديقية وشكل لجنة كلها من الصحابة القرشيين، وكان معهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أنصاريا ممن كتب الوحي أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك الذي كتب والذي كلف بكتابة الصحائف الصديقية. فنسخوا من تلك الصحائف عدة مصاحف وضبطوها ودققوها. إذن فكتابة القرآن الكريم في مصحف عثمان في هذه المصاحف كانت ليس فيها يعني اختراع من الصحابة ولا زيادة من الصحابة، وإنما هي مصاحف كتبت نسخا عن الصحائف الصديقية، وأن الصحائف الصديقية كتبت نسخا عن القطع التي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتبوا عدة مصاحف وأرسلوا بها إلى الأمصار، بعثوا مصحف إلى البصرة التي هي في العراق، والكوفة كذلك في العراق، وأرسلوا مصحفا إلى اليمن، وأرسلوا مصحفا إلى مكة، وقيل أنهم أرسلوا مصحفا إلى البحرين، وأبقوا مصحفين في المدينة، مصحف لعامة المسلمين ومصحف سمي المصحف الإمام الذي ظل عند الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وأرسل مع كل مصحف من هذه المصاحف رجلا متقنا عالما يعلم الناس القرآن الكريم، وأمر الناس أن ما في أيديهم من القطع المكتوبة للقرآن الكريم أن يعرضوها على المصاحف التي أرسل بها، فإن وافقت تلك المصاحف أبقوها، وإن خالفت تلك المصاحف أمر بإحراقها. الصحابة لما كتبوا المصحف، هذه المصاحف العثمانية أو المصحف الإمام، لما كتبوها بعض ما في المصاحف كما هو بين أيدينا الآن، هذه المصاحف التي أرسل بها إلى الأمصار يعني انتشرت منها نسخ يعني الله أعلم بعدها إلى يومنا هذا المصاحف، فما موجود بين أيدينا من المصاحف الآن من الإملاء، بعض الكلمات كما تلاحظون وكما تعلمون موافقة لما اعتاده الناس من الكتابة، يعني كالإملاء الذي تعلمناه في المدارس، وبعض هذه الكلمات المكتوبة في المصحف تخالف الإملاء الذي اعتاده الناس وتعلمناه في المدارس. فعلماؤنا من قديم تتبعوا كلمات القرآن الكريم فما وجدوه فيها موافقا لما اعتاده الناس من الكتابة فقالوا هذا لا حاجة إلى تبيينه، أما الكلمات التي تخالف ما اعتاده الناس من الإملاء فإنهم تتبعوها وضبطوها ودونوها وبوبوها في كتب، ونشأ علم ناشئ يسمى بعلم رسم المصاحف، وظهرت في ذلك مؤلفات كثيرة منها المقنع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله، ومختصر التبيين إلى معرفة هجاء التنزيل لداود سليمان بن نجاح رحمه الله، وعقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذا بعجالة وإطناب شديدين ما يتعلق بمراحل تدوين القرآن الكريم. ألخصها: المرحلة الأولى كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوحي حاضر. المرحلة الثانية تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المرحلة الثالثة نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس. المرحلة الرابعة كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. المرحلة الخامسة ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية وهو ما يسمى بعلم رسم المصاحف. هذا ما يتعلق بمراحل تدوين القرآن الكريم. الآن عندنا التلاوة المنهجية، أقرأ ويردد خلفي الطلبة. قراءتنا لهذه الحلقة الصفحة 81 بعد 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. ثم
أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى أعيدها الطامة بعد المد اللازم ست حركات عندنا ميم مشددة تغن غنة أكمل ما تكون فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا.
وبارك فيكم، شكرا لكم، الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.